ندير فيروس في الكبده، الا ما شريت الدواء ما تنقدرش نتمشى، ما عنديش اللي يعاونني. الراجل تخلى عليا خلاني، يبانهم في وجهنا ويحنوا فينا، راه هما غيمرضوا. خدامه كنت في هاد الشركه، كنت بالصحه ديالي من 99 وانا خدامه في هاد الشركه. دابا فاش تعيات لي الصحه ديالي وتعديت بهاد المرض الفيروس من عندهم مايا، لاطني مسمار ديال الصداع مريضه، ودابا عادت عندي الفيروس في الكبده، الا ما شريتش الدواء ما تنقدرش نتمشى، الا ما مشيتش درب داك الهرم باش يعرفوا داك المرض فين الحد، ما تنقدرش. دابا كل 6 شهور تيعطوني باش ندير داك الهرم ب 80، تندير السكانر ب 40، وكان لاكس كان هو اللي معاوني. دابا فاش حبسوا عليا لاكس انا 6 شهور دروكا، ما عمر الدواء ما بقاش دخل ليا الكرت، ما عمر الطبيب بقيت راقبته، لا حقيت ما عنديش اللي يعاوني، وليداتي باقي بالصهور تيقراو، الراجل تخلى عليا خلاني معاونيني الناس المحتاجين، الناس محسنين بحالي، العائله ديالي، ولكن عائلتي راه تما عياو. واش تتشري الدواء ب 11000 ريال، تدير التحليله ب 25 تاعت الكبده برا، تدير السكانر ب 40000 ريال في لاكيس، منا كان عندي لاكيس وما على برا 80000 ريال، الهرم درتو انا ب 120 باش درتو في السبيطار ديال العسكر في مراكش، درت الاخر ب 80 نفس السبيطار تاع كادير، بيبانهم في وجهنا ويحنوا فينا، راه هما غيمرضوا. انا تنطلب هذا السيد الى حبس وما تلاش بغا يخدم الناس، انا يصيب ليا التقاعد ديالي النسبي. انا عندي لاكس عامر بثلاثة سنين ولا أربعة سنين باش عامر عندي لاكس، ودابا داك لاكس ما بقيت استفدت فيه حتى شي حاجه، انا تنموت دابا، هاني حالتي الا عريتك على الحمى غيتخلع مني، ما تلاقيش قدرت نزيد من الليل، لي باري وقفته نتوع الشراب، الفانيد وقفته، ما تلاقيش قدرت دابا التنفس، ما تلاقيش قدرت نتنفس، والدواء صافي وقفته، 6 شهور دروكا ما عمرني ما بقيتش الطبيب، ما عمرناش لاكس هو اللي كنهزني، ومنا كنا مراضين، كنا صحاحين كان باغينا، كنهزوا الخاوي على كتافنا ومن لاصير لاصير، ودابا فاش تقاد الجهد تاعنا لاحونا هاد الناس. انا تنطلب من هاد الشركه الا فيها شي واحد وتيحن بنادم بخوتو يخدم لي انا على كيس ديالي، بغيت انا نتعالج تنهار نموت.